إن شاء الله هذا اليوم راح يكون عن كيفية ترسين وخياطة روب أو قفطان عصري بهذا الشكل للبنات الصغيرات بمناسبة العيد. أولا عندي الباترون الأساس قمت بشرحه في السابق بالنسبة لأطفال خاص بست سنوات. هنا قطعة القماش اللي راح يشكل لي التنورة، هنا القماش مطوي على 2 أو 4، لاحظوا معي مع الطية أي يشكل دبل بالنسبة لربع الأمام حتى يعطيني الاتساع، أي إذا كان ربع الأمام 20 سنتيم ربع التنورة راح يكون 40 سنتيم. قمت بخياطة القطعتين الأمام والخلف بهذا الشكل. لأن الأمام والخلف متساويان راح أقوم باختيار جهة للأمام وجهة للخلف. بالنسبة للأمام راح أقوم بعمل دبوس في منتصف أي مكان الخياطة أي الجوانب، وضعه في المنتصف بهذا الشكل، تثبيت بالدبوس، ثم راح أقوم بحذف مسافة في منتصف الأمام. مثلا راح أقوم بحذف 12 سنتيم، هذا إذا كان طول القطعة هو 60 سنتيم. في المنتصف أو الجانب راح أقوم بحذف 6 سنتيمات، ثم رسم شكل خط مستقيم بهذه الطريقة بشكل مائل بهذا الشكل. منتصف الخلف بهذه الطريقة حتى أحافظ على الطول في الخلف. لاحظوا معي شكل الخط بهذا الشكل المائل فقط حتى يكون الأمام مرتفع عن الخلف، هذا هو الهدف من هذه الطريقة. لاحظوا معي الشكل، هنا الخلف وهنا الأمام. الجزء الأول خاص في التنورة صار جاهز. الآن راح أقوم بأخذ قطعة من الأورغانزا، راح أقوم بنفس العملية. هنا راح أقوم بشرح طريقة تفصيل التنورة، الطريقة الأساسية. الفرق هنا راح يكون فقط في الطول حتى يكون هناك تدريج أو طبقات في التنورة. لاحظوا معي قمت بترك 4 سنتيمات، ثم راح أقوم بالتفصيل خط مستقيم بهذا الشكل. عرض الأورغانزا بالنسبة للأمام فقط 1.5 متر والخلف 1.5 متر، أي المجموع هو 3 أمتار في التنورة. الآن راح أقوم بتفصيل الجزء الخاص في الأمام، راح يكون نفس عرض الخلف مثلا 50 سنتيم، هذا الجزء الخاص بالخلف بهذا الشكل وهذا الجزء في الأمام. لاحظوا معي بهذه الطريقة. نسبة الطي الأمام على 2، المسافة التي راح أقوم بحذفها هنا بالضبط. راح أقوم بحذف هذا الجزء فقط من الأمام بشكل مائل. راح أقوم أولا بالتثبيت بالدبابيس ثم قص بهذا الشكل. بالنسبة للجزء الخاص بالخلف راح أقوم تركه كما هو بدون أي تغيير. هذا هو الجزء الذي قمت بحذفه. لاحظوا معي شكل القطعة بهذا الشكل. بالنسبة لقطعة الخلف كذلك صارت جاهزة. الآن راح أقوم بالانتقال إلى استعمال أو تفصيل التول. بالنسبة لعرض التول راح يكون كذلك 1.5 متر بالنسبة للأمام و 1.5 متر بالنسبة للخلف. بالنسبة للطول راح أقوم فقط بحذف 4 سنتيمات بالمقارنة مع الأورغانزا حتى يصير
أو يصير شكل التنورة على شكل طبقات أو تدرج. الجزء الخاص في الأمام صار جاهز. الآن راح أقوم بتفصيل قطعة أخرى من التول خاصة بالخلف، كذلك متر ونصف في العرض. بالنسبة للجزء الخاص في الأمام، أولا راح أقوم بطي على 2 بهذا الشكل، ثم التفصيل بشكل خط مائل هالطريقة حتى نقوم بالحصول على شكل مرتفع في الأمام. القطع الآن صار كلها جاهزة. بالنسبة للأمام والخلف راح أقوم بالطي بهذا الشكل وتفصيل الجزء الداخلي بهالطريقة. أي منتصف حردة الإبط بهذا الشكل بخط مستقيم. الجزء الخاص بالخلف صار جاهز. بالنسبة للأورغانزا راح أقوم بتفصيل الخلف قطعة كاملة حتى أقوم بالحصول على جزء شفاف في الأعلى بهذا الشكل. الجزء الخاص بالخلف صار جاهز. راح أقوم بنفس العملية بالنسبة للأمام. بالنسبة للأطفال الأمام والخلف الباترون هو نفسه، راح أقوم فقط بطي الجزء الخاص بالرقبة الخاص بالأمام والتفصيل بهذا الشكل حتى أقوم باستعمال الباترون بالتفصيل الخلف مرة أخرى. بالنسبة للأمام راح يكون مفتوح من المنتصف. قطع الأمام والخلف صاروا جاهزين. أنا راح أقوم بالانتقال إلى تفصيل الكم. باترون كم الأساس راح أقوم بتعدينه حتى أحصل على كشكشة في منتصف الكم. راح أقوم بأخذ باترون جديد وترك مسافة 4 سنتيمات بهذا الشكل وإعادة تفصيل الكم الجديد بهالطريقة. لاحظوا معي الشكل كيف راح يصير. هنا هذا الكم الأصلي وهذا الكم بالكشكشة. تبقى مسألة الكشكشة أو القيمة المضافة مسألة اختيارية فقط. كل ما كانت القيمة أكبر كانت كمية الكشكشة على الكم أكثر. الآن راح أقوم بالتفصيل من الأورغانزا. بالنسبة لي راح أقوم بإضافة 4 سنتيمات أخرى على الباترون الذي قمت بإنجازه حتى أقوم بالحصول على كشكشة أكثر. راح أقوم بالتثبيت ثم التفصيل قطعتي الكم. الجزء الغير شفاف للتنورة جاهز. الآن راح أقوم بالانتقال إلى خياطة أورغانزا. راح أقوم بخياطة الجوانب.
وكذلك خياطة التون من الجوانب. راح يصير الشكل بهالطريقة. لاحظوا معي كلما كانت كمية القماش أكثر كانت كمية الكشكشة واضحة. بالنسبة للجزء العلوي قمت بالخياطة في المنتصف بهذا الشكل، كذلك بالنسبة لقطعتي الأمام. الآن راح أقوم بخياطة الكتفين، راح يصير شكل القطعة بهالطريقة. الآن راح أقوم بتثبيت الكم، تحديد المنتصف، وعمل كشكشة أو طيات، تبقى مسألة اختيارية. النتيجة راح تصير على هذا الشكل. الآن راح أقوم بالخياطة وهكذا يصير شكل الكم. بالنسبة للرقبة الأمام راح أقوم بحذف إلى مستوى القماش الغير شفاف بهذا الشكل وإعادة تفصيل الرقبة. راح أقوم باستعمال شريط المطاطي في هذا المكان حتى تكون نتيجة أو الكشكشة ممتازة بهالطريقة على مستوى نهاية الكم. الآن راح أقوم بتثبيت الجوانب بهذا الشكل والقطعة خاصة في الأمام صارت جاهزة. الآن راح أقوم بخياطة السفيفة، قمت بشرحها في الدرس السابق، وانتقال الآن إلى التنورة. راح أقوم بأخذ قطعة الأورغانزا مع قطعة القماش الغير الشفاف وتثبيت الجوانب بهالطريقة، ودائما مع الانتباه لأن الأمام أقصر أو قصير عن الخلف. من بعد ما قمت بتثبيت الجوانب راح أقوم بطي الأورغانزا بهذا الشكل وتوزيع المسافة على كل التنورة. هكذا يصير شكل التنورة عند توزيع الطيات. الآن راح أقوم بالخياطة حتى أقوم بتثبيت الأورغانزا مع القماش الغير شفاف. من بعد ما قمت بالتثبيت راح أقوم بأخذ قطعة التيل وعمل نفس الخطوات، دائما تثبيت الجوانب وانتباه إلى أن الأمام هو قصير وتوزيع مسافة الطيات.
لاحظوا معي شكل تدرج القطع بهذا الشكل. أنا راح أقوم بخياطة الأرغانزا مع القطع السابقة حتى نقوم بتثبيت الطيات. كلما كانت كمية القماش أرغانزا أو تيل أكثر، هناك كشكشة جميلة في القطعة. من بعد ما قمت بتثبيت الصفيفة والعقاد على القطعة، راح أقوم كذلك بتزيين القطعة بهذه الورود التي قمت بعملها. راح أقوم بوضع رابط خاص بكيفية عمل هذه الورود بهذا الشكل. الآن ما علي فقط سوى تثبيت القطعة العلوية مع القطعة السفلية. هكذا يصير شكل الورود من بعد ما قمت بتزيين القطعة العلوية. أنا راح أقوم بخياطة أو تثبيت التنورة مع القطعة العلوية. لاحظوا معي هنا وجه القماش راح أقوم أو وجه التنورة راح أقوم بالقلب، ودائما تأكد من جانب التنورة مع جانب القطعة. الآن راح أقوم بتوزيع كذلك الطيات والمسافة. لاحظوا معي لأن التنورة أكبر مرتين من القطعة. كذلك يمكن عمل كشكشة أو طيات بهذا الشكل. الآن ما لي فقط سوى راح نقوم بالخياطة في هذا المكان على مستوى الخصر. وهكذا يصير الشكل النهائي للهوب أو لقفطان بشكل عصري للبنات الصغيرات.